في وجهك كذا وانا ابوك، حتى المفروض امس مقابل الاخويا كان المفروض وجهك انه مسبهل ومستانس. ايه يبا، بس نواف مو بنفس نواف اللي قبل. ايه مو بنواف الحال، هو ابوك حتى ابوه الله يهديه. صراحه ما توقعت اني اروح الرياض ولا قابله لذي الدرجة يا ابوي. مناصب تغير؟ لا وانا ابوك ان شاء الله انهم على خبرنا ما تغيروا، لكن تخبر اشغالهم زادت والمسؤوليات زادت. يلا يلا وانا ابوك تاخرنا. بسم الله. فيصل جالسين، ايش فيك من رجعت الرياض وهذا حالك؟ ليه ما تعلمني وش صار معك؟ طب وش يضمنني اذا قلت لك ما راح تسحب علي؟ ايش هذا الكلام؟ مو فاهمك صديقي. اللي عشرة عمره من 7 سنين سحب علي وما حد رجع زي قبل. مو كل شخص نفس الشخص الثاني، في ظروف تمر، صداقة، مواقف، وعهد، مو دايم تكمل وحيان تصير. طب وش اللي خلاه يصير كذا؟ ظروف، ظروف أنت ما تدري وش يصير معه، بس إذا خلصت يرجع مثل قبل وأفضل. وليد، وليد من يوم ما دخل حياتنا تفرقنا أنا ونواف وما عاد رجع زي قبل. كنت أحسب نرى كان يبالغ يوم كان يكلمني، بس يوم رحت شفت صدقت لهذه الدرجة. إيه وأكثر، قد ما إنه ركان مهتم بنواف وخايف عليه، قد ما إنه نواف مو همه أحد وراكب راسه راية اللي هو يبيه. أصدقائي يا أسامة قاعدين يتفرقون قدامي وما أدري وش أسوي. شلون علاقتك الحين مع نواف؟ زينة؟ تقريبا كويسة. وراكان؟ زي قبل. أجل شف الحين دورك تقرب قلوبهم من بعض قد ما تقدر. إيه حاولت بس صدمني بردة. مرة واحدة ما تكفي، حاول مرتين، 3، 4، 10. دولي أصدقائك من أنتم صغار يستاهلون التعب. نصيحة وخذها مني. إن شاء الله بحاول يا سامي، إن شاء الله. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.